السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح ناخذ كلاس آخر من جماعة السوينج اللي هي جي سلايدر. جي سلايدر الفكرة من عنده انه هو كلاس، طبعا الفكرة من عنده انه انت المستخدم يستطيع انه يختار القيمة اللي يريد، يعني اللي يريدها، القيمة اللي يريد يختارها من ضمن رينج محدد. هذا اللي يسموها بالجي سلايدر. فيها كونستركتورز، ممكن ان الكونستركتور يكون فارغ، ممكن ياخذ انت اورينتيشن مثل ما شفناها في الجي بروجريس بار، بمعنى انه حيكون vertical او horizontal. ممكن ايضا الجي سلايدر يكون مثل الجي بروجريس بار، انه يحتوي على قيمتين اللي هو، يعني خلينا نقول تو بارامتر. بارامتر الاول ممكن يكون مينيمم، بارامتر الثاني يكون ماكسيمم. وممكن ايضا الجي سلايدر يكون فيها ثلاث بارامترات، من ضمنها يعني المينيمم والماكسيمم وايضا انت فاليو. الفكره من عندها انه يعمل لك سلايدر، هذا السلايدر فيها اصغر قيمه اللي هي المينيمم واعلى قيمه اللي هي الماكسيمم مع الفاليو اللي تريد تضعها كانيشيال. يعني مثلا تعمل لك سلايد، يكون هذا السلايد مثلا من 0 ل 10، وانه لما يبدا الابلكيشن، لما يبدا التطبيق، يكون باي ديفولت مختار رقم 1 او باي ديفولت مختار رقم 5، والمستخدم يبدي يختار حسب الرينج اللي هو يريده. هذا قصده بالفاليو. عندك ايضا جي سلايدر ممكن يستخدم فيها الاورينتيشن والمينيمم والماكسيمم، وايضا الفاليو موجود في داخلها. يعني انت عندك هذه الكونستركتورز عفوا الاكثر شيوعا، وفيها ايضا ميثودز. طبعا الميثودز المشهوره هي السيت ماينور تيكت سبيسينج، ممكن تاخذ ارجيومنت انتجر، ممكن هذا بالنسبه للميجور، للماينور تاخذ انتجر، ممكن للسيت بينت حتكون على شكل تحقق، يعني فقط بولين. وهذا الشيء راح ناخذه اكيد بي لما نصمم الجي سلايدر، لما ناخذ المثال الاول للجي سلايدر. اذا خلونا ندخل داخل البرمجه ونبدي نكتب الكود. في البدايه حتى اني اصنع الجي سلايدر، من البدايه حاعمل اكستنس للجي فريم. اوكي، حاعمل اكستنس للجي فريم، هذا اول خطوه. بعد ذلك اجي اعمل قبل المين اجي اعمل مجموعة متغيرات. المتغير الاول حيكون التايب مالته جي سلايدر. اوكي، لحد اللي يقول لي سلايدر ولحد اللي يقراها بسلايدر. اوكي، سلايدر حسميها نيو، اكيد هو نيو سلايدر. في داخل سلايدر ممكن كونستركتور يكون فارغ، ممكن يكون فيها مثلا استخدم احد الجي سلايدر مثلا دوت يكون هوريزونتال. اوكي، ممكن السلايدر يكون هوريزونتال على صفر، من قيمه صفر لغايه قيمه 70 مثلا، ويكون على الفاليو 25. بسيط جدا، هذا الكونستركتور. جي بانل حستخدم ايضا، البانل حيكون نيو، لأنه كونستركتور ما يكون، يعني السلايدر ما يكون واحدة، السلايدر لازم يكون على فد شيء محدد مثلا من هالبانل. فجي بانل بانل أو بي مثلا يساوي نيو جي بانل. بعد ذلك أجي أضيف السلايدر على البانل، إذا البي دوت أد مقراها ليش؟ اوكي، لو نحن نعملها داخل كونستركتور، يعني خلونا نعمل main. اوكي هنا، وهذا ايضا. اوكي، هسه حاليا في داخل كونستركتور دوت اد اد كومبوننت، هذا الكومبوننت حيكون السلايدر، فارزة منقطة. جميل، بعد ذلك أقوم بإضافة add dot أو عفوا add element للpanel ال p عفوا.
اللي هو البانل. إذن أنا قمت بإضافة السلايدر في البانل، وقمت أيضا إضافة البانل للفريم. لا تنسى أنه الفريم هو extend، يعني الكلاس هو extend من الفريم، فعادي هذا هو فريم يعتبر. فلما أقول add p عادي جدا، بمعنى أنه أنا ضفت البانل على الفريم. هاي أول خطوة. طبعا في إزعاجات كثيرة تتصير ما تخليني أركز. أوكي، كون أنه الباب مفتوح وما أقدر أغلق الباب لأن عندي مشكلة بالتكييف، لازم أبقي الباب مفتوح، فأصوات دا تجي دا تقترب ما تخليني أنه أركز. جميل، إحنا اللي عملناه شو؟ عملنا constructor في داخل الكلاس main، عملنا extend the jframe حتى ما نتعب بي نكتب كل شوية frame.add، رأسا نكتب add أوتوماتيكيا الconstructor يفهم أنه إحنا بنعمل extend للجي فريم. عملنا سلايدر، هذا السلايدر وضحنا فيها انه يكون horizontal، يبدأ من الصفر للسبعين، وان يكون القيمة الاولى الى موجودة على الخمسة وعشرين. وضعنا هذا السلايدر في داخل البانل، البانل ايضا وضعناها وضعنا السلايدر في داخل البانل، عملنا البانل وضعناها في داخل السلايدر في داخل البانل، بعد ذلك وضعنا البانل في داخل الفريم. بعد ما كملنا هذا يبقى لنا شيء واحد، انه احنا نعمل object هنا main m new main. هذا اول شيء، فارزة منقطة. اوكي زين، شو اللي احتاجه؟ m dot pack، احتاج الى الميثود اللي هو pack، واحتاج الى الفريم، هذا اللي حيعملها كباكيج واحد يربط الادوات مع بعض. احتاج ايضا الى الفريم، الى m dot set visible true. That's it. يعني نحتاج انه نعمل object، بعد ذلك نجي نستخدم هذا الobject كباك، نعمل له بعد ذلك set visible true. خلينا نعمل run. اوكي هذا اول سلايد احنا عملناها. لاحظ القيمة اللي موجودة حاليا عليها هي من الصفر، طبعا تتراوح من الصفر للخمسة وسبعين، القيمة هي على الخمسة وعشرين. لاحظ انا استطيع تحريك السلايدر بحرية، هذا هو قصدنا بالسلايدر. اوكي هذا هو البانل، اوكي هذا هو البانل، هذا الكامل هو الفريم. اوكي هاي هي الفكرة، انه كيف تصنع سلايدر. طبعا اكيد بعدين نجمعها كلها في داخل فريم واحد ونعمل بها اشياء كثيره يعني، بس لكن في البدايه احنا لازم نعرف كل كومبوننت من ايش يتكون. انت ممكن تستخدم ايضا النت بينز، وايضا متوفره في الايكليبس واجهه رسوميه يعني سحب وافلات فقط، لكن في البدايه احنا لازم مفروض من عندنا نفهم الكود كيف ينصنع، يعني حتى في حاله اذا صار عندنا مشكله نعرف انه مثلا هذا عائد لهذا وهذا يعمل له اد، يعني حتى نفهم الكود. ما معقول احنا راسا سحب وافلات بالأخير لما تواجهنا مشكلة نقعد نبني البرنامج من الصفر. هذا يفيدنا انه ما نعيد البرنامج من الصفر وانا ما احنا نعدل عليها. هذا موضوع الديباجينج طبعا مهم جدا انه تفهم الكود. سلايدر هذا مثال الاول، نتوقف هنا. درس القادم نعطيكم مثال اخر. مع السلامة.